نشرة الظهر. تمام الواحدة من الإذاعة الوطنية، مستمعين الكرام أهلا بكم إلى نشرة الظهر وفي عناوينها: رئيس الحكومة يشارك اليوم في أشغال منتدى الهجرة عبر المتوسط في العاصمة الليبية طرابلس. أعطيني حقي نحب نعيش شعار حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل للتأكيد على ضرورة القطع مع التشغيل الهش. تظاهرات مصيف الكتاب السنوية صداها لدى التونسي ودورها في تعميق صلته بالمطالعة محور تقرير في النشرة. في العالم، هيئة حقوق الإنسان في غزة تناشد المجتمع الدولي التحرك العاجل لفتح معبر رفح أمام 20,000 مريض وجريح بحاجة للخروج لتلقي العلاج في الخارج. وصل رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم إلى العاصمة الليبية مرفوقا بوزير الداخلية خالد النوري للمشاركة في أشغال منتدى الهجرة عبر المتوسط، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وسيبحث المنتدى الذي سيحضره عدد من رؤساء الحكومات الإفريقية والأوروبية ووزراء داخلية عدد من البلدان الإفريقية ودول إفريقيا جنوب الصحراء مسألة الهجرة غير النظامية وتداعياتها على دول ضفتي المتوسط. اعتبرت وزيرة التجهيز والإسكان ووزيرة النقل بالنيابة سارة زعفراني خلال جلسة مساءلة اليوم بمجلس نواب الشعب أن أزمة النقل العمومي تعود بالأساس إلى خيارات وسياسات الدولة التي لم يتم العمل عليها منذ السبعينات، مؤكدة أن الوزارة أعدت دراسات للنهوض بقطاع النقل، لكن المشكلة تبقى في توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة من أجل إصلاح القطاع. شنية النقل ولا الصحة ولا التربية ولا كل هذوما خيارات سياسات معناتها متاع دولة اللي احنا من السبعينات ما تمش التركيز عليهم، يطلبوا استثمارات كبيرة ولكن في الخيارات متاعنا معناها ما مشيناش في حكاية النقل العمومي. النقل العمومي نشوفوا فيه معناتها فما التهريئة، ما فماش سيانة كما يلزم، معناتها عديد الإشكاليات اللي هي قاعدة صايرة في موضوع معناتها النقل، وإن شاء الله معناتها نخدموا عليها في المدة الجاية. فما رؤية أخرى بالنسبة للنقل العمومي ان شاء الله نخدموا عليها، وكما قلت لكم نلقاو معناتها التمويلات، خاطرتهم مكسر دراسات معناتها ملزه، ولكن المشكله ديما في التمويلات، وهي تمويلات ديما تلقاها معناتها تمويلات كبيره، يلزمنا نلقى ممولين باش تعملها. وحول أسباب تعطل أشغال إنجاز مترو صفاقس تضيف وزيرة النقل بالنيابة سارة زعفراني: مشروع هذا متشعب وفيه عديد المتدخلين، لازمنا نحروا الحوزه العقاريه قبل ما ننطلقوا في المشروع، وهذا صار فيه تاخير، وخاصه تاخير على مستوى شبكات المستلزمين. لليومنا هذا معناتها عندنا مع الديوان الوطني للتطهير واتصالات تونس معناتها شكون باش ياخذ الاشغال على عاتقه في تحويل هالشبكات، وتوا معناتها جاري العمل على حلحله الاشكاليات مع مختلف المستلزمين، وحاليا يتم العمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض الانجاز وايجاد الحلول العمليه الكفيله بالتسريع في تجسيم المرحله الاولى اللي هي كما قلت لكم التي على طول 13.5 كيلومتر، خاطر كما تعرفوا هذا مشروع معناتها استثمارات كبيره معناتها لازمته، دونك يتم انجازه على مراحل. تحت شعار تسوية شاملة أعطيني حقي نحب نعيش، انتظم اليوم حراك للدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعوة لتأكيد القطع مع التشغيل الهش. المنسق الوطني للحراك حاتم بن جميعة تحدث في تصريح للزميلة مريم الغربي عن المطالب الأساسية للدكاترة المعنيين بالحركة. إدماج كافة الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل صلب هياكل البحث والتكوين بالوزارات والمنشآت العمومية بصفة جماعية وبنفس نظام تأجير وتقييد الأساتذة الباحثين على مراحل ووفق أولويات السن وأقدمية سنة التخرج وتميز الملف العلمي وخصوصية الوظائف الاجتماعية والصحية. المطلب الثاني إدماج الدكاترة المتعاقدين والعرضيين في إطار القضاء على آليات التشغيل الهش. المطلب الثالث وهو إدراج صفة الدكتوراه في السلم الوظيفي وإحداث خطة دكتور باحث، مما يسمح بإدماج دكاترة الباحثين في مؤسسات جامعية أو صناعية خاصة من أجل مهام بحثية أو تكوينية أو تعليمية. مطلب الرابع هو إرساء آلية قانونية من أجل تمويل مشاريع ذات صبغة بحثية أو تكوينية تكون خاصة بالدكاترة الباحثين.
وأجمع المشاركون في هذا الحراك على أن معاناتهم متعددة الأبعاد ووصفوها بالمزرية خاصة على الصعيد الاجتماعي. دكتورة مهندسة في الهندسة الكيميائية أساليب، جيت من جيب بس يعلم ربي كيفاش. اللي غيظني في نفسي إني أني قريت على روحي وكان نلقى حقي من الدولة، ما يستحقوا شيء صغاري. للأسف وضعيتنا المادية مزرية جدا، لا تغطية اجتماعية ما عندنا حتى شيء. سيادة الرئيس أذن بالقطع مع الآليات الهشة، ولكن وزارة التعليم العالي قاعدة تنتهج في نفس المنهج، العقود الهشة، دونك عام عامين تلقى روحك على بر، فماش حتى حل جذري. متحصل على الدكتوراه ودرس بجامعة الزيتونة بصفة متعاقد، الوحيد اللي نصرف على العائلة متاعي أمل العائلة، لأنه أبي معناها مقعد، الوالدة متاعي تخدم في البيوت باش وصلتني، نعوض لها على قليل التعب التعلية. قري 4 سنين بعد تلقى روحك رجعت لنقطة الصفر، تولي تمشي فاكاتير. الفاكاتير في أحسن الحالات كان أنت قريت نومبر دو ماتير محترم باش يلحق لك تقريبا ما بين 165 دينار حدك لل 200 دينار في الشهر، قاري أبري 12 بعد الباك. يغلق اليوم باب التسجيل في الموقع الخاص بإحداث سنة أولى ثانوي فنون للسنة الدراسية المقبلة، وقد وضعت وزارة التربية القائمة النهائية للمعاهد التي ستحتضن هذا الاختصاص. وفي تصريح للزميلة نجاة حسن، دعا مدير المرحلة الإعدادية والثانوية بوزارة التربية أحمد السليمي، دعا التلاميذ المعنيين للإسراع في عملية التسجيل لاجتياز اختبارات المواد الفنية المقررة في 24 من جويلية الجاري. الموقع سيغلق اليوم، النداء إلى كافة الأولياء والتلاميذ المعنيين الإسراء بالألوش إلى الموقع للقيام بعملية التسجيل. عدنا فكرة على المقترحات بتاع السادة المندوبين الجهويين للتربية بخصوص المعاهد اللي في جهاتهم مؤهلة أكثر من غيرها باش تحتضن هذا المجال 24-25، منفتحين على تعميم هذا القسم من باب تكافؤ الفرص مبدئيا بكل مندوبية قسم، والقسم هذا موجود في معهد بعينه بمواصفات معينة. اليوم عدنا القائمة النهائية للمعاهد التي ستحتضن أقسام السنة الأولى ثانوي فنون، وبعد معرفة الإقبال على التسجيل إذا نتفاجأ بعدد قليل في جهة من الجهات، أكيد عدنا العديد من الحلول تتعلق بتوفير فرص ولو في مؤسسات مجاورة. تنظم إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتابة في وزارة الشؤون الثقافية الدورة 31 من المهرجان الوطني لمصيف الكتابة إلى غاية 15 من أوت القادم. تظاهرات تندرج في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للترغيب في المطالعة، وتختتم فعالياتها بتوزيع الكتب والجوائز على المتميزين ممن شاركوا فيها. فأي صدى لها لدى المواطن التونسي، وأي دور في تعميق التواصل بين القارئ والكتابة؟ تقرير سمية الفرجاني. بعيدا عن موطنها التقليدي، المكتبات العمومية تخرج الكتب في الصيف إلى الشواطئ، المستشفيات، الفضاءات التجارية والتجمعات السكنية وغيرها من خلال تظاهرة مصيف الكتاب، بادرة بإمضاء إدارة المطالعة العمومية كيف يراها التونسي. الفكرة الكتاب اللي يخرج لبرا تعجبني. في تونس لاحظت انه برشا عباد طالع، ندخل للمكاتب مثلا حتى في المدينه العربيه يشريوا كتب نطالع كي نلقى الوقت. انا عندك بنتي مغرومه عامله اداب نهار كامل في الملاي عدلي في القطب تقرا في كل بقعه مهمه بتبيع اكيد. لا ما نقراش كتب، لا ما تهمنيش التظاهرات الكتب لا حتى شيء. نطالع نحبهم على الاخر التظاهرات على خاطر حاجه باهيه على الاخر، خاطر توا ياسر بتسال من التليفون باغ كونتر الكتب اخير برشا. كي نلقى ميساج نقرا ما فيها بأس، خاطر الكتاب راهو ما يعوضوا حتى شيء، لا انترنت لا تليفون لا حتى شيء. داير عندي ولدي نجح في هذيك المسابقه نتاع اتحاد القراءه العربي، نشجعوا على القراءه وتبارك الله معناها موهوب. أكثر من 400 مكتبة عمومية في كامل تراب الجمهورية وتظاهرات عديدة هدفها الأساسي التشجيع على المطالعة في ظل عزوف عنها. مديرة إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب في وزارة الشؤون الثقافية ليلى سالمي دعت إلى تضافر الجهود لمزيد تقريب الكتاب من القارئ. التظاهرة هذه تكتسح الفضاءات الخارجية، يخلي فما علاقة تواصل بين القارئ والكتاب حتى أثناء العطلة، مجال فيه برشا ترفيه، ترسيخ عادة المطالعة هي تبدأ حتى من الأسرة في المجال التالي.
التربوي، ويلزم تضافر هالجهود هذه كلها باش نقضيه على ظاهرة معناها العزوف هذه. بالنسبة لوزارة الشؤون الثقافية من خلال شبكة المكتبات العمومية يظهر لي قائمة بواجبها وأكثر من واجبها تظاهرات وطنية على امتداد السنة. التظاهرات الخاصة بالكتاب مهمة، يقول الروائي محمد عيسى المؤدب، ويؤكد على إيجاد حلول أخرى لترسيخ عادة المطالعة. يمثل فرصة كبيرة لأن يقترب الكتاب من المواطن، من الطفل، من التلميذ، من الطالب، مش في الأماكن التقليدية الكلاسيكية في المكتبة أو في المعهد أو ما شابه ذلك. الكتاب يحضر في الشارع، تواكبه أيضا فنون أخرى، بالإضافة إلى المصيف الكتاب وأنه تواكبه أيضا تقنيات جديدة لتطور الكتاب الرقمي. تتعدد التظاهرات وتختلف أشكالها لدعم الكتاب وتقريبه من المواطن، ورغم ذلك يتواصل العزوف عنه، وأسباب ذلك عديدة. كشف الرائد بالحماية المدنية محمد سامي الربحي خلال حضوره في حصة نهار كزينة على موجات الإذاعة الوطنية اليوم أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة غرقا، من بينها 13 حالة بولاية نابل خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 16 من جويلية الجاري. كما أكد أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال الفترة ذاتها ب 202 تدخل على الشواطئ، تم على إثر إنقاذ وإسعاف 220 شخصا. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في مستجدات ملف الشرق الأوسط استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منطقة المواصي ومنزلا غرب مدينة خان يونس بقطاع غزة، وذلك غدا استشهاد حوالي 50 فلسطينيا في مجزرتين صهيونيتين استهدفتا منطقة إيواء للنازحين في مواصي خان يونس ومدرسة للأونروا في مخيم أنصراتة. وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة اليوم، أكدت الهيئة أن قطاع غزة دخل أزمة إنسانية غير مسبوقة مع تواصل سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح البرية لأكثر من 75 يوما متتالية، ما أدى إلى حرمان أكثر من 20 ألف جريح ومريض من السفر لتلقي العلاج في الخارج. وناشدت الهيئة كافة الجهات الدولية بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وفتح معابر القطاع فورا لخروج المرضى، وفق تصريح لأحد أعضائها. حرم أكثر من 20 ألف جريح ومريض بأمراض مختلفة ومزمنة من حقهم في السفر للعلاج، ما يهدد حقهم في الحياة بشكل مباشر. ووفقا لمتابعات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فإنه كان يسمح لقرابة 50 مريضا وجريحا بالمغادرة يوميا عبر معبر رفح قبل سيطرة قوات الاحتلال عليه، الأمر الذي يعني حرمان حوالي 3750 مريضا من السفر للعلاج منذ إغلاق المعبر. في اليوم 85 بعد 200 من الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة، ارتفع عدد الجرحى والمصابين وفقا لمصادر رسمية إلى أكثر من 89,100، من بينهم 12,000 جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، و10,000 مريض سرطان بحاجة للعلاج، و350,000 في خطر ممن يعانون أمراضا مزمنة بسبب منع إدخال الأدوية. وعلى الجبهة اللبنانية، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن التمادي الإسرائيلي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى استهداف مستوطنات جديدة بالصواريخ، متوعداً الاحتلال بخسارة دباباته إذا جاء إلى لبنان. وأضاف نصر الله في كلمة له اليوم أن إسرائيل تبدو لأول مرة عاجزة بعد 10 أشهر من القتال عن تحقيق أهدافها، وتغطي فشلها بارتكاب المجازر وقتل المدنيين، مؤكدا أن جبهة الإسناد ستستمر ما دام العدوان مستمرا على غزة. وعلى صعيد آخر، أكد نصر الله أن كل ما يشاع عن اتفاق يتعلق بالحدود الجنوبية للبنان غير صحيح، وأن مستقبل الوضع في الجنوب سيتقرر على ضوء نتائج المعركة التي ستنتصر فيها جبهات المقاومة. بهذا الخبر نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
رئيس الحكومة يشارك اليوم في أشغال منتدى الهجرة عبر المتوسط في العاصمة الليبية طرابلس. أعطيني حقي نحب نعيش شعار حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل للتأكيد على ضرورة القطع مع التشغيل الهش. تظاهرة مصيف الكتاب السنوية صداها لدى التونسي ودورها في تعميق صلته بالمطالعة كان محور تقرير في النشرة. وفي العالم هيئة حقوق الإنسان في غزة تناشد المجتمع الدولي التحرك العاجل لفتح معبر رفح أمام 20,000 مريض وجريح بحاجة للخروج لتلقي العلاج في الخارج. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، تحياتي نفيسة حسني. انت تونسي وموجود بالخارج وتحب تثبت في مركز الاقتراع اللي باش تنتخب فيه ايام 4 5 و 6 اكتوبر 2024، نجم تزور موقع الويب www.twansa.easy.tn. واذا تحب تبدل مركز الاقتراع اللي انت مسجل فيه نجم تقوم بالعمليه هذه عبر نفس موقع الويب www.twansa.easy.tn او الاتصال باقرب سفاره او قنصليه. لطلب اي معلومه تضع الهيئة على ذمتكم موقع الويب www.easy.tn، صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، وإلا تتواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني inscription.tre@easy.tn. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الانتخابات الرئاسية 2024. إشهار. كل مرة نقول هذه أول مرة، إحساس غريب قديم جديد يتعير فيا كيف نحضر روحي ليك. لا عامل سنين أما 60 كاملين، بين ركحك ومدارجك نغني ونقول آه يا ليل. ما نجمش نقعد وما نجيكش، ولازم كل صيف نطل عليك مرة ولا سنين ونغني في افتتاحك ريتك ما نعرف وين. كونوا معنا في الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي من 18 جويلية إلى 17 أوت 2024. مهرجان قرطاج الدولي، عادة ورثناها وعشرة حبيناها. إشهار. خمسة وثمانين سنة ونحن معاكم إذاعة الجمهورية التونسية، تسمعونا ونسمعكم، نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر معنا أحنا